أهلا بكم متابعي الكرام في كل مكان. كشف رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبة الحلبوسي تفاصيل جديدة عن قضية استعادة معدات مصفى بيجي المسروقة. الحلبوسي قال أن فتوى من مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وأخرى من مكتب زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر كان لهما دور مهم في عودة المعدات إلى الدولة. وفقا لرواية الحلبوسي فأن تاجرا كرديا معروفا توفي عام 2019 كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة. كل التفاصيل التي ذكرت عن استعادة أجزاء مهمة مسروقة من مصفى بيجي تمت قبل 4 أشهر، والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر. الشخص الذي أعاد المعدات قال أنه رفض عرضا من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعنية، وكان يرفض بيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية. ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلبا إلى المرجع الأعلى علي السيستاني واستفتاه في هذا الموضوع، وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي: لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، وجهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها. وبالنهاية التاجر الكردي هو من تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية وقد رفض ذكر اسمه.